في شيء من خصائص الله عز وجل، حاجة خاصة بالله، تقول الله عنده وعبد الله عنده، تقول الله عنده وعبد الله عنده. مثال لذلك علم الغيب، ربنا قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون. دي آية محكمة، يعني معناه واحد، اللي بيعلم الغيب فوق وتحت الله براو. إذا جاء إنسان اعتقد عقيدة خلاف هذا الأمر، كما جاء الآن في القصائد، يقول لك قماك نزاور للأولياء الأغطاب لهم نشاور، منهم خفي الحال، منهم خفي الحال، منهم مجاهر الأولياء، يعني منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. ده شخصية كبيرة جدا قاعدة في الزريبة هنا في كردفان، ده بيعتقد انه الاولياء يعلمون الغيب مع الله جل وعلا، وعلم الغيب صفة خاصة بالله براو. ربنا قال في القرآن ان محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، الدليل شنو؟ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء. ده دليل قاطع على أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فما بالك من دون النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يعلمون الغيب؟ وده شرك أكبر، لأنه ده بقول لك الله بيعلم والشيخ بيعلم، وده مساواة غير الله بالله في شيء من خصائص الله وهو علم الغيب. وهو شنو؟ وهو علم الغيب، حاجة خاصة بالله براو. العلماء قالوا من أكبر الآيات أو الأدلة كذلك بعض هذه الآية حارثة الإفك، النبي عليه الصلاة والسلام اتهمه المنافقين، اتهموه أو اتهم بعض الصحابة إنه زنى، كويس، وشاعت القضية في المدينة، والقصة معروفة لديكم، أي زول امتحان شهر سوداني بيعرف الكلام ده. أنا جاي في سورة شنو؟ سورة النور، كويس؟ يعرف سورة النور الكلام ده. الصحابة لقوا العقد وين؟ العقد من زعفران، وجدوا العقد تحت الراحلة تحت البعير. يا اخواننا الجيش مكون من منو؟ من الصحابة. في ذول أصلح من الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلهم ذي الأولياء، الصحابة ذي قطع الشد أولياء. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يعلم الغيب ما كان يمكث شهرا والإشاعة تشيع في المدينة ويخوضوا في عردي. وما الموضوع ده موضوع سخن جدا بالمناسبة. أحرى حاجة في الدنيا دي إنه زول يتكلم لك في شنو؟ في عرضك، يتكلم لك في أمك أو في زوجتك أو في أختك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم، ليه؟ لأنه ما كان بيعلم الغيب. ربنا نزل القرآن من فوق 7 سماوات يبرئ منه عائشة رضي الله عنها. لو كان بيعلم الغيب ما كان قال لهم أنتم ما بتعرفوا؟ أرفعوا البعير ديك تلقاها تحت، الموضوع انتهى. يجيك واحد ومدينه 5 دكتورة قاعد في الزريبة هنا مات، 5 دكتورة يقول لك الأولياء يعلموا الغيب مع الله سبحانه، ده شرك أكبر. اللي بيعتقد العقيدة ده يا شباب ده ما عنده صلاة، لو صلى صلاته ما مقبولة، لو حج حفظ قرآن أطعم الطعام عمل أي حاجة ده مشرك. ربنا قال فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ما عنده حاجة، ما عنده أي شيء، تحفظ القرآن ما في حاجة، ميزانك فاضي يوم القيامة لأنك أنت أشركت مع الله. لأن ربنا عشان يقبل عملك لابد من شرطين اثنين ذكرهم رب العزة في آخر آية سورة الكهف، ربنا قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. دي واحدة من العقائد المنتشرة الآن، عقيدة أخرى كذلك. عشان كده الإنسان لابد يكون إيمانه إيمان خالص، كويس معاك؟ وفي ناس كتار جدا جدا، المشركين الأوائل ديل يا إخواننا، المشركين الأوائل بيعرفوا أنه الله فيه، ما قالوا الله ما في. ربنا قال في القرآن لو سألت أبو جهل ولئن سألتهم من خلقكم، أنت أبو جهل خلقك منه؟ أبو جهل بيقول لك الله. سؤال ثاني ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وفي آية أخرى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولو قلت له أبو المشرك، لو قلت له بيدبر الكون منه بيقول لك الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. الجواب شنو؟
فسيقولون. الله قال لك بيقول لك الله قل أفلا تتقون، ألا تتقوا تؤمنوا توحدوا الله. عارفين الكلام ده، لماذا حرمهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه حرمهم؟ أمشي لك بعد من كده، المشرك بتاع العرب الأوائل كان بيعتقد نفسه على دين إبراهيم، يقول لك إحنا ما مشركين هذا. ربنا قال وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ده رد على النازل، النازل قال إبراهيم ده زولنا ده حقنا، قال إحنا على منو؟ على ملة إبراهيم. ليه حرمنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرجع في الآية، ربنا قال والذين اتخذوا من دونه أولياء، اتخذوا شنو؟ من دونه أولياء، قالوا شنو؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ده الموضوع هنا، الحرب كلها. تعرف في ناس لغاية الليلة في سنة خامسة جامعة، ليوم الليلة سألت وقلت له المشكلة شنو بين الرسول صلى الله عليه وسلم بين المشركين؟ ما بكون عارف، يقول لك بس كان زعلوا الرسول، بس زعلوا. لا لا ما الموضوع، ده ما الموضوع، ده هو الموضوع. الآية اللي تفسر لك الكلام ده، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله شنو؟ زلفى. قالوا احنا اللات دي ما بنعتقد فيها استقلالا بتنفعنا هي كده ولا بتضرنا هي استقلالا من دون الله، قالوا دي واسطة. لكن مشركين بتاعنا الليلة ده المشوا أبعد من ما كان عليه مشركي الأوائل. ده بقول لك حسن بكم في الكون متحكم، ده بقول لك شيخ متحكم في الكون. في كتاب تاني، كتاب اسمه النور، اسمه الفيوضات، كتاب اسمه البحور المتلاطمة، أو كتاب بالاسم ده فيوض البحور المتلاطمة، قال أنا عرشها والكرسي أنا، أنا للسما بانيها، لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها. تقاعد ده شيخ كبير في البلد، والله جد شيخ كبير مرة واحد، عنده حزب كبير كبير كبر جد. ناس ذا لو اتكلمت في الزول ده بيقتلوك طب، بيقول لك ده ولي، ولي بتاع شيطان. لكن عشان كده ربنا شوف في الآية دي، أنا طولت عليكم، الآية دي دايرة إيمان خالص، ما يكفي فقط قاعدين يقول لك لا لا بس سول قال لا إله إلا الله الموضوع. في ناس طبعا طيبين يقول لك يا مولانا ده قال لا إله إلا الله خلاص، لا لا ما كدي. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله بعد ذاك شنو؟ قال وكفر بما يعبد شنو؟ من دون الله. الكفر بالطواغيت، تكفر بالنوعية دي، زول بيسجد له من دون الله عز وجل وانت تقول له كويس وما تشتغل بالموضوع، دي مشكلة كبيرة يا اخوانا، عرفت كيف؟ دي مشكلة كبيرة جدا. عشان كده ربنا في هذه الآية دائما الناس إيمان خالص، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ربنا قال أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي آمنين يوم القيامة. والأمن ذاته على نوعين، في أمن مطلق من عذاب الله عز وجل، ده زول موحد الله ومتبع النبي صلى الله عليه وسلم شغال بالآية، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، سمع الآية من كلام ربنا طوالي ما في لكلكة، سمع الحديث ما في لكلكة طوالي، متابعة. شوف الصحابة ديل ما نالوا الدرجة دي إلا بالمتابعة. النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي إمام، قال جاءوا جبريل عليه السلام قال لي اخلع نعلك فإن في نعلك شنو؟ غزرا. قال لنا نعلك البيادي وطئت بها شنو؟ غازورات. النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة خلع نعله، الصحابة من خلفه المسجد كله، المسجد كله قلعوا نعاله. بعد ما أكمل الصلاة قال لهم لماذا فعلتم ذلك؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال له شوف العبارة دي كيف، خلي بالك للعبارة دي كويس، قال له رأيناك خلعت فخلعنا، يعني ما قال لهم ذات، ما أمرهم، بس عمل عمله طوال. يا أخي ده واحد تجيب له سبع أحاديث 500 آية ما بيقتنع، لأنه القلب مرضان. القلب شنو؟ القلب مرضان، القلب شنو؟ مرضان، ما منقاد لكلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وده المؤدي الآن الزلة اللي فيها الأمة الإسلامية دي، الزلة اللي فيها الأمة دي بسبب النوعية دي، بسبب دعاة الشرك، والواحد ما ينقاد لكلام ربنا ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالبيامن أمن مطلق ده زول الموحد والمتبع. الأمن الثاني زول بيدخل جهنم، يدخل جهنم
زول موحد لكن عنده أعمال كثيرة كعبة. أما في نوع ثاني ده بيحسب نفسه على خير، وهو شنو؟ هو على باطل، يعمل أعمال صالحة لكن أشرك مع الله سبحانه وتعالى، دي ما بتنفعه يوم القيامة. ربنا سبحانه وتعالى ده الذنب الوحيد، ده الذنب الوحيد اللي ما بيغفره الشرك بالله، ده لو مت عليه ما عندك أي طريقة تانية. ربنا بيحذر الأنبياء، ربنا قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. العمل عمل أنبياء، يعني عمل بتاع أنبياء، نبي عديل. ربنا قال لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، بل حذر النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخواننا إذا كان رسولنا أفضل من مشى على الأرض إطلاقا، أفضل مخلوق خلقه الله في الكون ده محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا قال له في القرآن ولقد أوحي إليك أي يا محمد لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يا أخي إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يحبط في ذل عبد الله أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، ما في، ربنا سماه عبد، ما في ذل عبد الله أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام. أفضل إنسان عبد الله سبحانه وتعالى، ربنا قال له لو أشركت عملك حابط. لكن في فائدة هنا ذكرها العلامة المحقق محمد بن صالح العثيمين، قال هل النبي صلى الله عليه وسلم يقع في الشرك؟ قال ما ممكن يكون مشرك أصلا ولا يقع في الشرك، لكن قال هذا تحذير، هذا تحذير للأمة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المعنى شنو؟ المعنى الإجمالي إذا كان أفضل من خلق الله قد حذر من أن يشرك بالله، فإن باب أولى أن تحذر أنت الشرك بالله. الغاية فوق حذروه، أنت تجي تتكلم يقول لك لا لا ما مشركين. شفت اللي بيقول كلام زي ده؟ ده هو ذاته المرضان، ده المرضان ذاته، والله العظيم ده المرضان ذاته. اللي بيتكلم بيعترض على الكلام في الإيمان ده مرضان، لأنه أي زول مؤمن بيحب الكلام عن هذا الأمر لهم تذكرة. ربنا قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، الزول المؤمن ذاته يزداد إيمان، عرفت كيف؟ والكلام طويل حول هذه الآية، وأكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله.